الرحمن الرحيم. نفذت الهيئة العامة للمياه الجوفية متمثلة في فرع كربلاء المقدسة بتنفيذ الأعمال المناطة بها من حفر آبار لغرض معالجة الشحة المائية في محافظتي بابل وكربلاء، وخطة آبار النفع العام في نفس المحافظات، وخطة آبار النفع الخاص لدعم الأمن الغذائي من محصول الحنطة والشعير في محافظة كربلاء، حيث نفذت 44 بئر في المناطق النائية وأذناب الجداول في محافظة بابل لغرض تجهيز المياه الصالحة للشرب بعد معالجتها بواسطة محطات تحلية، حيث كان التعاون جدي من قبل المحافظات المعنية. كما تم تنفيذ 10 آبار ضمن خطة النفع العام في محافظة بابل، المدارس والمتنزهات. أما خطة النفع العام في محافظة كربلاء فكانت بواقع 30 بئر موزعة على المدارس الموجودة في الصحراء والمتنزهات والحدائق الموجودة في داخل المحافظة. أما بخصوص النفع الخاص فقد تم تنفيذ فرع كربلاء حوالي 58 بئر مختلفة الأعماق تصل إلى حدود 350 متر لتجهيز المياه لغرض زراعة محصول حنطة الشعير في محافظة كربلاء، حيث كما تعلمون محافظة كربلاء أصبحت من المحافظات الرائدة بهذا المحصول، حيث وصل الإنتاج اعتمادا على المياه الجوفية والآبار المحفورة في محافظة كربلاء 150 ألف طن بواقع 1400 بئر موجودة في مقاطعة 20 جزيرة و 61 جزيرة. والفرع مستمر باستلام الطلبات لتنفيذ خطة العام القادم من آبار الشحة المائية والنفع الخاص والنفع العام. دكتور ميثم علي خضير، مدير فرع كربلاء المقدسة.